الجائزة بتاعتي أنا خفيفة الحمد لله قادرة أشيلها. أنا كنت مجهزة كلام كتير 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 طبعا كله نسيته، إنما أولا أحب أقول الحمد لله على السلامة للشيخ زايد، وربنا يخليه لبلده ولينا. وصحيح إن الفنان دايما بيقول أحلى جايزة هو حب الجماهير، وفعلا فعلا حب الجماهير أغلى جايزة، إلا إني برضك لازم أقول إن اللحظة دي مهمة، مهمة جدا للفن ولاحترام الفنان ولإزدهار. أنا في رأيي إنه الفنان مراية بلده، صح ولا لأ؟ قولوا معايا مالكوا كده، في إيه؟ في إيه؟ أيوة. فالفنان مراية بلده ولازم يحاول يشرفه، وده اللي بحاول أعمله. وشكرا شكرا شكرا. عشان ما غنيتش النهاردة، أيوة، نفسي أقول للجايزة بتاعتي شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير. دي عشان السيد مكاوي بهنيه، لأني نجحت معاه كتير قوي. وأحب برضك أهني، أنا رغاية حسينة، أحب أهني برضك الأستاذ صالح الشرنوبي، لأنه جددت معاه شبابي أو اللي فاضل منه، وبقول له ألف مبروك على نجاحك وإن شاء الله استمرار، والاستمرار برضك في الحفلة دي. وكل سنة وانتوا طيبين.